لو عايز تيجي تبيع عربيتك ومش عارف تبيعها بسعر عامل ازاي، او خايف تبيعها بسعر يطلع اقل يضحك عليك، او ايه تكون عارضها اكتر من اللي ينفع تعرضها بيه فما تتباعش. فبتعمل ايه؟ نخش كده مثلا على جوجل ستور، هنلاقي ان في برنامج مثلا اسمه ايه، انا عندي منزله اهو، اسمه هتلاقي، هتلاقوه هنا اهو. البرنامج اللي اسمه هتلاقي ده بتفتح البرنامج، تمام. اول ما تفتح البرنامج بيديك الاوبشنات دي، بيديك اول حاجه انك تدور انك تبيع عربيتك، بحث عن سيارات للبيع، لو عايز تدور على عربيه مستعمله، اسعار للسيارات الجديده لو انت بتدور على الجديد يعني، او اخر حاجه بقى الظريفه طبعا تحت المفضله والاشعارات حاجه ظريفه، بس ايه في حاجه اسمها اسعار السيارات المستعمله، دي عجبتني جدا. ليه بقى؟ لانه بياخد دخلك على كل تقريبا موديلات العربيات، او يعني مش كلها، مش كل موديلات في العالم بس يعني معظمها، او اللي هي اكتر حاجه الدارجه يعني، تمام. وبعد كده بتعمل ايه، بتدور بالموديل بتاع العربية، يعني تخش مثلا على هيونداي اهو مثلا، بعد ما دخلنا على هيونداي بيديك الموديلات كلها بتاعة العربية، مثلا نلاقي ايه الفيرنا، لما بندوس على الفيرنا كده دخلنا لقينا مقسم أسعار العربيات عن طريق ايه، من أول 2004 لغاية 2017، وايه مقسمة على 3 أسعار، المتوسط والأدنى والأعلى. فلو احنا بصينا كده هنلاقي مثلا في موديل 2012 هنلاقي المتوسط بتاعها ايه 100,000 عندك، او يعني السعر بتاعها من اول 100,000 ل 113,000، ده موديل 2012. وده طبعا هيساعدك في ان انت لو هتيجي تبيع عربيتك في سوق السيارات او في اي حته ما تبقاش، ما يضحكش عليك، انت عارف ده متوسط سعر عربيتك دلوقتي، هو ده السعر اللي ما تنزلش عنه وما تعلاش عليه، يعني ما ينفعش تنزل على 100,000 ولا تعلى على 113 عشان تعرف تبيع وفي نفس الوقت ما ترميش العربيه وتمشي، الا طبعا لو عربيتك متشمله او عامله حاسه، فده وضع تاني خالص يعني.